فرح نبقى بالأجواء الطبية، ما رح نبعد كتير، رح نحكي عن موضوع كتير مهم وكتير عم نشوفه شائع هلأ بمجتمعاتنا عند كل الشرائح، يعني ما في كبار وصغار، هو تأثير البرد على الأعصاب. طبعا الآثار اللي عم يتركها على جسم الإنسان، رح نشوف أهم النصائح الوقائية. رح يخبرنا عنها دكتور تامر تامر، اختصاصي بالجراحة العصبية. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الشوب عني. طبعا الاسم مظبوط. يسعد صباحك عن جديد اهلا وسهلا. دكتور. واليوم مثل ما قالت زينب، يعني الموضوع كثير صار منتشر انه نحن بالبرد له خصوصيه، غير انه نحن كثير بنبرد انه له خصوصيه، يمكن نحن اعصابنا بتتعب، اطرافنا. قد ايه هذا الشيء مرتبط ببعضه، علاقه البرد بالاعصاب، بمرض الاعصاب؟ لا، الحقيقه البرد بياثر على جسم الانسان بشكل نعم. كبير. طبعا نحن كثير من زمان بنقول البرد هو سبب كل عله، هذا مثل شائع عنا. الحقيقة في جزء من الحقيقة. البرد كيف بيأثر على الإنسان فيزيولوجيا، وطالع لنا الأعراض أو الأمراض اللي نحن بنكون شائعة عنا بفصل الشتاء. أول شيء البرد بيؤدي لتقبض الأوعية الدموية، لأنه جسم الإنسان أو حرارة الدم لازم تكون ضمن حرارة بين 37، أقل بشوي أكثر بشوي. هلا حتى يحافظ الإنسان على هي الحرارة، وخاصة حرارة الدم، لما بتعرض سطح الجلد للبرودة بتقبض الأوعية لحتى يدخل الدم لجوات جسم الإنسان ويحافظ على حرارته. هالآلية هي سبب كل المشاكل اللي رح نحكيها بعدين. طبعا في آلية تانية، انه أثناء البرد بيزيد نسبة الاكتئاب، لأنه احنا ما بنشوف الشمس، بصير عندنا اكتئاب الشتاء. الشباب اكتئاب الشتاء بالأحرى، واكتئاب الشتاء هو بيأثر كمان بشكل سلبي على الجهاز العصبي والجهاز المناعي، وبخلينا عرض أكثر لظهور الأمراض المرتبطة بالجهاز العصبي. أكيد دكتور، لكن خلينا نحكي عن كمان قصة شائعة جدا، هي آلام المفاصل اللي عم تصير، واللي دائما يمكن الناس عم توصف لحالها المراهم الشائعة لتخفيف الألم. فهل بيكفي هذا الشيء ولا لازم زيارة الطبيب إذا حسوا بأي عارض؟ وكيف يفرقوا بين أنه عصب أعصابهم عم تجعون، هل هو بده يكون هذا السبب، يعني له شيء أكبر من اللي حاسينه، أو أنه مجرد أنه ياخذوا هي الإبر كمان اللي عم يحكوا عنها البي 12 او ما بعرف؟ اي خلينا احكي شوي. طيب هلا نحن رح نحكي هون الموضوع هذا، لانه كثير موضوع شائع وكثير شائك، تمام، وكثير بنواجهه بعياداتنا او حتى بين اهالينا، يعني بشكل عام ثقافه عامه. الموضوع البرد مثل ما قلت هلا، انه نحن بتقلصوا الاوعيه الدمويه وبتنقص الدوره الدمويه بالعضلات لحتى نحافظ على حراره الجسم، يعني هي اليه فيزيولوجيه طبيعيه لحتى نحافظ على حرارة الجسم للأعضاء الحيوية اللي هي القلب والدماغ، لازم هون ما تنزل حرارة الدم حتى نكون بضمن النشاط الطبيعي. هلا بهي الحالة شو بيصير؟ بيصير في نقص تروية خفيف كتير بالعضلات وبالأنسجة الضامة، يعني بالأوتار اللي رابطة العضلات بالمفاصل وبأنسجة المفاصل نفسها. بهي الحالة بيصير في عنا ثلاث أساس سلبية. أول شيء بتضعف مناعة هذا الجزء. اثنين، وهو كمان هذا الشيء مهم، بيصير تراكم لمواد الناتجة عن عمل العضلات، ما بيصل الأكسجين بشكل كافي، ولا بتنزح النواتج الفاضلة من العضلات، فبصير عنا مثل سموه اللي بيشائع بين الناس، إنه اللي بيعضل بعد ما يعمل الرياضة بسبب تراكم حمض اللبن بالعضلات، بتلاقي في عنده آلام عضلية بعد ما يبذل مجهود. نفس الشيء بيصير بالبرد بس على مدة بطيئة، فبتلاقي بلش يصير في آلام بالعضلات. والشيء الثالث او الاليه الثالثه اللي بتاثر علينا، انه نحن بتلاحظوه كلكم انه بالبرد بصير الانسان يرجف، بقول عم ارجف من البرد. ليش بيرجف؟ لانه العضلات بصير تتقلص بشكل متواتر لحتى تدفش الدم من المناطق البارده لوين؟ لجوات الجسم. فهي هي الرشفه، هي كمان فيها شده واستهلاك على العضلات، فبتلاقي الانسان عامل هالوضعيه، هي الوضعيه مشان آلية فيزيولوجية طبيعية. هالثلاث عوامل هاي بتأدي مثل ما قلنا ليصير في عنا آلام بالعضلات. تلاقي واحد سماها لقطة رقبته أو شنجت رقبتي، أو كتفي ما عاد يتحرك، كتافي صارت توجعني، إيدي عم توجعني. هون هاي كلها بهي الآلية عم بتصير. نعم. طبعا هلا هون ممكن نحن نحرض الدورة الدموية. طبعا أول شيء لازم نحافظ على حرارة معتدلة لجسم الإنسان. واحد، نتجنب موضوع انه والله نكون في جو دافي نطلع لهواء بارد فجأة،
البرد بحد ذاته ما كتير يعني بيأثر بموضوع بهذا الموضوع قد ما بيأثر الهواء البارد المسلط على منطقة معينة، لأنه هاي المنطقة رح يصير في فرق بينها وبين المناطق الثانية، فبيكون الجسم بهاي المنطقة صار فيها عدم توازن بآليات الدفاع تبعه. الثلاثة وهي شغلة كتير كمان هون لازم ننبهها، أنه نحن ممكن نستخدم بهاي الحالات طبعا ما عدا التدفئة الموضوعية المراهم اللي حقلتي عنها. هون لازم يكون التدليك باتجاه الدورة الدموية، يعني نحن إذا ندلك اليد مفروض نحط المراهم اللي بتساوي حرارة موضعية مع مصادر حرارة منشفة ساخنة شوي أو كياس المي السخنة أو رب المي السخنة اللي كانوا يستخدموها أجدادنا قبل، نحطها على المنطقة وبعدين ندلك المنطقة باتجاه القلب باتجاه الدورة الدموية حتى يصير في دوران، نساعد الدم على الدوران بهي المنطقة، منه مثل ما قلنا بيرجع مناعة الجسم ترتفع، اثنين بيرجع بيوصل الأكسجين وبتطلع نواتج ثاني أكسيد الكربون بشكل سليم. نعم. بعض الأوجاع دكتور ممكن تتعالج مثل ما حكينا بالمراهم، والبعض الآخر بيحتاج ممكن لإبر، والبعض الآخر تكون الوجع والألم غير محتمل فبده علاجات متطورة أكثر. فإنت نحن منقول إنه نحن فعلا بمرحلة خطر لازم نحن برحلة علاج أو نبدأ بالعلاج الحقيقي. هلا مثل أنا الحقيقة عليك بدي ميز هون شغلتين. هلا هي اللي حكيت عنه أنا هو شائع عند الكل وكلياتنا تعرضنا له في يوم من الايام، وجع معده او تشنج الكولون او لقطه الرقبه او اللي بنسى عم نحكي باسماء العامه يعني، او برق الظهر او تشنج الفخذ بسبب هاي الموضوع، واللي عنده اصابات قديمه مثلا واحد عنده كسر برجله عنده خلع بكتفه بتلاقي هذا كله بيتحرك مع البرد لانه هاي مناطق ضعف فراح تصير فيها الاذيه اول شيء. هلا متى بيكون بيسبب مشكله حقيقيه البرد؟ نحن بنعرف انه البرد بالآلية اللي عم نحكيها والجسم الآلية الدفاعية اللي يحافظ على حرارته عم يستهلك طاقة، هي الطاقة عم تجي على حساب بقية الأجهزة، فممكن يصير عنده نقص مناعة وبيزيد لزوجة الدم، فبالتالي في احتمال ليصير في عنا جلطات أكثر، فبالتالي نحن بهي الحالات ممكن تؤدي لأمراض فعلا سيريس خطيرة. مثل شو؟ أحيانا تلاقي مثلا مريض هذا التشنج المزمن اللي صار برقبته أو بظهره ووضعية المعيبة اللي بياخده بسبب التشنج ممكن يؤدي لحدوث فتق نواة لبية أو اللي بنسمعه هو الديسك. أنا يا دكتور نمت ما فيني شيء، والله قمت لقطت رجلي نزلت ما شلت شيء ما عملت شيء ما حركت، لا هي هي الآلية اللي صارت، نحن جسمنا تشنج بشكل مفاجئ فالشد على الفقرات أدى لفتق نواة لبية. هذا مرض صار بده علاج عن طبيب، موضوع ما عاد يكفي علاج بشكل عادي انه والله ناخذ ادويه في البيت. في امراض نقص المناعه ممكن يسوي لي اعتلال اعصاب، اعتلال بالدوره الدمويه، وممكن يسوي امراض ثانيه لها علاقه بتنشيط فيروسات معينه في الجسم، بتنشيط جراثيم معينه، بكون جسمنا اخذ حاله التوازن انه كل ما دخل جرثوم مناعته بتقضي عليها، انخفاض المناعه بتؤدي لحدوث هاي الامراض، بالتالي لحدوث امراض خطيره. هذاك الوقت تلاقي الانفلونزا منتشره بالشتاء بهي الاليه اللي مسميه الجريب والرشح، باقي الامراض الجرثوميه كمان ممكن تتنشط بهذا كمان. هون نحن مفروض نوصل لمرحله لطلب المساعده الطبيه، مو موضوع علاج عادي. نعم دكتور، بما انه حكينا عن الديسك وكثير يمكن اللي عم يتابعونا كمان عندهم هذا المرض، فخلينا نعرف كمان تاثير البرد والشتاء والعادات الخاطئه اللي ممكن تضرهم اكثر يعني اللي مصابين به. مثل ما قلت لك هلا بالشتاء الاليه الاشد انه نحن عم يصير في عنا تقلص بالعضلات، بكون عندهم مشدات هن فيها حديد وما حديد لازم يضلوا لابسين طبعا، يمنع الحركه. طبعا انا هون بنصح بالشتاء بالذات خاصه هدول المرضى اللي عندهم، نحن قلنا اي اصابه قديمه في البرد كثير معرضه انها تتنشط، مجرد تمزق عضلي خفيف بصير الم اكثر بالشتاء طبعا، لانه هي النقطه اساسا فيها نقص ترويه، لانه هي تندب جوات العضلات او تندب بالانسجه وفيها نقص ترويه، فانت بصير في نقص ترويه بالاجزاء اللي جنبها، فبالتالي ممكن تحرض عنا هاي الآلية. بالديسك نحن مثل أن التشنج العضلات اللي هي أساساً في عيام مشكلة بحوالين العمود الفقري بيضغط الفقرات نفسها، ممكن يحرك الديسك أو يزيد من حجمه أو يزيد من الضغط على العصب، وبلش عنا نوبة ألم شديد عم تنزل على الرجل،
وهكذا. أنا بنصح هون دائما كل المرضانا اللي عندهم مشاكل بالعمود الفقري إنه بالشتاء بالذات خلينا لابسين مشد الصوف اللي هو له علاقة بإنه ونعمل شوية تمارين رياضية. دائما بنقول إنه نحن لما نفيق متخذ لهدول المرضى وخاصة بفصل الشتاء ما نقوم دفعة واحدة، يعني ما نقوم نحن من 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 مرحلة نحن فيها في دفى في تحت الحرام أو شيء فجأة للبرد لنقوم نحرك جسمنا، لا خلينا نقوم شوي شوي نعمل شوي تمارين مطة العضلات نحرك الدم جوات العضلات بعدين نقوم باتجاه حياتنا اليومية. هي كتير شغلة مهمة. ثلاثة كمان بالبرد بالذات إنه ناخد يعني نقعد بجو بارد مدة طويلة ونحن عنا مشكلة بالظهر فلازم نتوقع إنه تجينا نوبة ألم شديدة. نعم دائما دكتور التركيز عم بيكون نحن ما ننتقل من مكان كتير دافي لمكان بارد أو حتى العكس بسرعة. البعض بيحكي عن شلل العصب بهي الحالة، شلل العصب السابع يمكن، كيف هذا الشيء نحن ممكن يمكن نتجنبه في حال اضطرينا لمثل هذا الشيء؟ على الحقيقة هذا اسمه اللقوة اللي هي كتير شائعة عنا بهذا الاسم. هلا اللقوة خاصة بالعصب السابع طبعا ممكن تصيب بقية الأعصاب اللي هي شلل بقية الأعصاب القعفية بسبب البرد. السبب الحقيقي إنه نحن العصب السابع بمر بقناة ضيقة هي عبارة عن أقل من 7 ميلي أقل من 7 بالمللي ضمن وراء الأذن وهو رايح باتجاه الوجه ليعصب عضلات الوجه. بهي القناة تعرضنا بهي المنطقة لهواء بارد مثل ما قلت بتتقلص الأوعية وتقلص الأوعية بيؤدي إلى حدوث شو؟ حدوث نقص بالتروية، ونقص التروية هون بعد ما ترجع الدوران ممكن يصير في وزمة أو تورم بالغشاء تبع هاي القناة. تورم بالغشاء تبع هاي القناة بسبب عودة الدم أو نقص التروية وعودة الدم بعدين بشكل سريع بيضغط على العصب والعصب بهون هو رفيع جداً، فالضغط على هذا العصب بيؤدي لشو؟ لأنه يصير في عنا الشلل بعضلات الوجه واللي نحن نسميه شلل بيل. هلا هذا طبعا علاجه بسيط، نحن بنعطي مضادات الوزمة، بنعطي شوية تمارين للوجه وبنستنى العصب يرمم نفسه بنفسه، طبعا ب 95% من الحالات بتحسن. بس هذا الحكي كمان بنطبق على بقية الشغلات. نحن قلنا أنه برد ممكن يزيد من نسبة الجلطات، حدوث جلطات دماغية ممكن يؤدي لشلل بالأعصاب، كمان نقص التروية بالأعصاب المحيطية بتلاقي عم تخدر الإيدين، أول شعور في البرد بتلاقي إنه في خدر وتنميل بالإيدين شديد بيرافق نقص التروية اللي بيرافق البرد. أكيد دكتور، يعني كتير في أسئلة كنا بدنا نسألك إياها هيك من المحيط أنا وفرح، بس إن شاء الله بالحلقات القادمة هيك بنسألك أكثر، بنحكي عن مواضيع بتخص المفاصل الأعصاب والأمراض العصبية بشكل مفصل. دكتور شكرا لوجودك معنا. أهلا وسهلا، تشرفت فيكم. أكيد شكرا لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا. شكرا لكم. شكرا.